بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرقة الأولى عنهم حاسب قابلكم النهاردة في المحاضرة رقم 8 أونلاين من مادة الـ Discrete Structure. وزي ما اتفقنا النهاردة المحاضرة عبارة عن مراجعة لأهم الـ Points اللي احنا خدناها خلال المنهج بتاعنا. في البداية خالص احنا اتكلمنا عن الـ Logic of Compound Statement وعرفنا يعني ايه كلمة Logic. Logic يعني تعني يا إما True أو False، فبالتالي الـ Statement هي عبارة عن Sentence يا إما True يا إما False، مقدرش أقول إن هي ممكن تنفع الحالتين في نفس الوقت. يبقى إذن statement is a sentence that is true or false but not both، ما ينفعش تكون الاثنين. وقلنا عشان أتعامل مع أي statement بتكون بتحمل معنى logic اللي هي true or false لازم يكون في operator بقدر أتعامل مع logic ده أو مع statements دي. فاذا ايه هي الاوبريتور اللي هو اللوجيكال اوبريتور اللي بيتعامل مع اللوجيك او مع الستيتمنت اللي هي ترو اور فولس؟ عندنا النيجيشن اوبريتور، الكونجنكشن اوبريتور، الديسكونجنكشن اوبريتور، الامبليكيشن والباي دايركشنال. وخدنا الاوبريتورز دول بالتفصيل وعرفنا كل واحد منهم عباره عن ايه، وعرفنا النيجيشن بيشتغل ازاي وشكله ازاي. لازم ابقى عارفه السيمبل او الرمز اللي بيعبر عن كل اوبريتور من الاوبريتورز دي. طيب نبدأ نشوف ايه اللي كنا بنستخدمه برضو عشان نتعامل مع الفاريابلز المختلفة والستيتمنتس المختلفة. كنا بنتعامل بالترو تيبل، خدناها برضو حاجة مهمة جدا اللي هي عبارة عن الماثيماتيكال تيبل اللي بيستخدم في اللوجيك، which presents all possible probabilities of any number of events. انت المفروض بيكون عندك عدد من الايفنتس او عدد من الفاريابلز، والمفروض الفاريابلز دول اللي بيربطهم الاوبريتورز. طيب على حسب عدد الايفنتس اللي عندك المفروض يكون في عندك احتمالات. انا في اللوجيك مبني في اساسي على احتمالات، لان انا عندي تو كيس بس، يا ترو يا فولس. فمعنى تواجد تو ايفنتس مع بعضهم او تو فاريابلز مع بعضهم معناها ان انا هيكون في عندي احتمالات لتواجدهم مع بعض. طب عدد الاحتمالات دي بتتنظم منين؟ من الايكويشن دي اللي هي عدد الاحتمالات بتساوي 2 أس N، حيث N دي عدد الـ Events أو عدد الـ Input اللي انت بتشتغل عليه. من هنا بما ان انت تعرف عدد الاحتمالات الممكنة تقدر تبني الـ Truth Table صح. يبقى EB Truth Table أول حاجة لازم تفهمها ان انت ازاي تحط عدد الاحتمالات اللي هي بتمثل عدد الـ Row، الصفوف بتاعة الـ Table. أي Table مكونة من مجموعة من الصفوف ومجموعة من الأعمدة. الصفوف هتعرف عددها منين؟ اللي هي عدد الاحتمالات. وعدد الاحتمالات بجيبها منين؟ من الايكويشن اللي هي ايه؟ 2 اس ان. لازم الناس تاخد بالها من الايكويشن. فبالتالي لو عندي 3 ايفنتس او 3 فاريابلز يبقى في كام احتمال؟ هقول 2 اس 3 يبقى عندي 8 احتمالات موجوده عندي. طيب لو جينا نبص مثلا على ايكويشن زي دي، ازاي ان انا ابني لها التروث تيبل بتاعها؟ ابني لها التروث تيبل بتاعها اشوف انا عندي كم متغير في الايكويشن كلها او في الستيتمنت. كم متغير يعني كم رمز؟ انا عندي بي وكيو، ما عنديش اي حاجه تانية. فبالتالي يبقى عندي كم متغير او كم ايفنت؟ عندي 2. يبقى عندي كم احتمال؟ 4. زي ما احنا شايفين كده في عندي 4 صفوف. طب هحط الاحتمالات بتاعتي ازاي اللي بتربط ما بين مين؟ الترو والفولس بتوع الانبوت دول كده بيسموا الانبوت البي والكيو. قلنا اتفقنا ان العمود الاول ده بكتبه ترو وفولس، ترو فولس، والعمود الثاني 2 ترو و2 فولس، لو في عمود ثالث 4 ترو و4 فولس. طيب نبدا بقى نشوف كل الاوبريتور اللي موجوده هنا ونحطها عندك في الكولوم. اتفقنا ان انا لو عندي نعد عدد الاوبريتور المستخدمه هتساوي عدد الكولوم اللي هحتاجها عشان انفذ الستيتمنت دي. فانت عندك كام اوبريتور؟ الاوبريتور ده واللي هو عباره عن ايه زي ما قلت من شويه، لازم تعرف كل اوبريتور السيمبل بتاعه ايه، الرمز بتاعه ايه. فده كان انديكيشن على الاور، وعندي ايه كمان؟ وعندي ده انديكيشن على الاند. طب ده انديكيشن على النوت او نيجيشن. طب عندي بقى كام اوبريتور؟ ادي 1 2 3 4، عندي 4 اوبريتور. 4 اوبريتور يبقى 4 كولوم. ابدا احط كل اوبريتور في كولوم. عندي الاوبريتور الاولاني اللي هو اور بيربط ما بين بي والكيو، تمام. وعندي ابدا ابص بقى على الاقواس، القوس الثاني اللي كان بيربط بي ايه؟ اند. يبقى احط بي اند كيو.
طب الاند دي عليها مين؟ عليها نوت، يبقى اعمل كولوم كمان للنوت. فاضل مين؟ فاضل الاوبريتور ده اللي كان بيربط لي ما بين البي اور كيو والنوت بي اند كيو، احطه كمان. يبقى انا كده كونت الايه، الكولوم صح. يبقى اول حاجه اكون الرو، بعد كده اكون الكولوم. طيب ابدا بقى اشتغل على كل واحده. هي الاور كانت بتشتغل ازاي؟ لما يكون عندك اي انبوت من الانبوتس فيهم ترو تديني ترو، امتى تساوي فولس؟ لو التو انبوتس بفولس. طيب نيجي نبص على، يبقى كده عندك بي اور كيو خلاص. طب الاند بتديني ترو في حاله واحده بس، لو التو انبوتس ترو، غير كده بتديني كله فولس. وجود فولس في اي انبوت تديني على طول فولس. طيب نيجي نشوف انا محتاجه ايه كمان. نوت بي اند كيو، مش انا جبت بي اند كيو؟ اعكسها. طب ما هي نوت معناها ان انا كاني بالظبط بعمل انفرت. يبقى كل ترو تحولها لفولس وكل فولس تحولها لترو، هيكون الاوتبوت كده. اخر كولوم ان انا العمود ده والعمود ده اللي هو الثالث والخامس اعمل لي ما بينهم اند بنفس المواصفات ما الاوبريتور اند بيشتغل. طب لما اقول لك ترو اند فولس تديني فولس، طب ترو اند ترو تديني ترو، ترو اند ترو تديني ترو برضو، ترو اند سوري فولس اند ترو تديني فولس. فبالتالي ازاي تبني الترو ستيبل وعدد الاحتمالات وازاي تشتغل على الانبوتس والاوتبوت، دي حاجة لازم الناس تكون عارفينها. طيب خدنا كمان الايه الامبلايز، وعرفنا ان انا كان ده الترو ستيبل بتاع الامبلايز اللي هو كان بيقول ايه، اف زن، اف بي ترو زن وزن كيو ترو. اذا الامبلايز ده هيمثل لي ايه او هيطلع لي ايه في الاخر؟ ترو. وكان بيديني فولس في حاله واحده بس، لو الايفنتس الاولاني ترو والتاني فولس. حتى كنا بنقول كده هي بتتعامل مع تو ايفنتس، اف وبعدها ايفنت زن بعدها ايفنت تاني. فاذا لو الاولاني ترو والتاني فولس اديني فولس، غير كده على طول بتدي ترو. طيب لما يديك بقى جمله مكتوبه ازاي اطلع منها ستيتمنت لوجيك، يعني زي حاجه زي كده، وده اكزامبل في الكتاب. لو عندك 0 بتساوي 1، زن 1 بتساوي 2، بيقول لك اف 0 بيساوي 1 زن 1 بيساوي 2. عاوزك بقى، المفروض ده امبلايز ولا مش امبلايز؟ امبلايز، اول ما اللي هو المؤثر الضمني، يعني اول ما تلاقي اف زن يبقى انت شغال امبلايز. طيب هل بقى الامبلايز ده ترو ولا فولس؟ احوله للوجيكالي بقى للستيتمنت، اطلع منه تو ستيتمنت واشوف التو ستيتمنت دول ترو ولا فولس ولا ايه وضعهم على حسب التيبل ده، واشوف الاوتبوت هيطلع ايه. فعندك اول ستيتمنت هتقدر توصل لها اللي هي بعد اف، بيقول لك 0 بتساوي 1، دي كده هاسيوم ان هي ايه، دي ستيتمنت. هقول لك let b بتساوي 0 اللي هي عباره عن ايه، يعني 0 بيساوي 1 دي اول ستيتمنت. طب انت بقى من مفهومك للميننج بتاع 0 بيساوي 1، هو فعلا 0 بيساوي 1؟ لا طبعا. فبالتالي بي تعتبر ايه، فولس. طيب الستيتمنت الثانيه 1 بتساوي 2، طب هل 1 بتساوي 2؟ لا. يبقى اذا الكيو ايه، فولس. يبقى احنا دلوقتي عندنا تو ستيتمنت بي وكيو وطلعتهم الاثنين فولس. يعني اذا انا شغاله فين بقى لما اقول لك بي امبلايز كيو؟ انا شغاله في اخر كيس، لما البي فولس والكيو فولس، يبقى الاوتبوت هيساوي ايه، ترو. يعني اذا الستيتمنت دي او الامبلايز ده الخارج بتاعه او يعني بيساوي ايه في الاخر، بيساوي ترو. الامبلايز ايكوال ترو. طيب لو جينا نشوف الجمله الثانيه، الجمله الثانيه بتقول ايه، اف 1 زائد 1 بيساوي 2، زن 2 زائد 2 بيساوي 5. هطلع جملتين زي ما عملت بالظبط هنا. طيب طلعت الجملتين اللي هي البي والكيو، اتشيك عليهم بقى، هو 1 زائد 1 بيساوي 2 فعلا؟ اه. يبقى اذا بي از ترو. طب 2 زائد 2 بيساوي 5؟ لا طبعا. يبقى اذا هي فولس. يبقى اذا انا فين في الجدول؟ انا في الحاله الثانيه، ان البي الاول بترو والثاني بفولس، يبقى الاوتبوت عامه هيكون ايه، هيكون فولس. يبقى ناتج الامبلايز ده هيكون فولس. ده كان اول جزء عندنا. تاني جزء عندنا اللي هو اللوجيكال ايكويفالنس، اللي هو التطابق او التساوي. ازاي اقول على تو ستيتمنت متساويين او هما بالظبط زي بعض؟ قلنا الكلام ده عن طريق ان انا لما يكون عندك اشتغل على تروستيبل عادي خالص زي ما اشتغلنا قبل كده، ولكن في الاخر هتلاقي ان الكولوم بتاع الاكويشن الاولاني هو نفسه الكولوم بتاع الاكويشن التانية عند نفس الانبوت. يعني انا هنا بالترتيب ترو فولس ترو ترو، هنا كام
ترو فولس ترو ترو، يبقى اذا في ايكويفالنس ولا لا؟ في ايكويفالنس. فبالتالي لما يجيك في الامتحان بقى او في بنك الاسئله كان جالك الجزء ده في صوره ايه، في صوره صح وغلط، يجي لك تو ستيتمنت وما بينهم ايكويفالنس، هيقول لك ده صح ولا غلط، تطبق بالترو ستيبل او تطبق بالبوليان الجبرا اللي احنا خدنا بعض القوانين كده اللي كنا بنشتغل عليها، وممكن اثبت برضو التطابق ده واشوف فعلا في تطابق ولا لا. ايا كان بقى انت هتبقى براحتك تشتغل باي طريقه، سواء بالترو ستيبل او بالقوانين. اشتغلت بالترو ستيبل هتلاقي ان نفس العمود ده هو ده، يبقى اذا الاجابه صحيحه. لكن لو لقيتهم مش زي بعض يبقى الاجابه خاطئه. يبقى اذا انا من الترو ستيبل اقدر ان انا اشوف او اعمل تشيك على الايكويفالنس. طيب في حاجه تانية بتجي لك برضو في الاسئله، يقول لك مثلا ايكويشن ويقول لك هي الاستيتمنت دي از توتولوجي. قلنا كلمه توتولوجي انديكيشن على ان العمود كله ترو، العمود كله ترو. فلو عملت ترو ستيبل وطلع كله ترو يبقى اذا في توتولوجي ولا لا؟ في توتولوجي. حاجه تانية الكونتراديكشن، قلنا لو في عمود كده كامل وكله فولس ده ايه؟ ده كونتراديكشن. يبقى اذا لازم فاهم الحاجات دي كويس قوي، ان انا هيجي لك الجزء ده في الصوره دي زي بالظبط ما موجود عندك في بنك الاسئله، عباره عن ايكويشن ويقول لك الايكويشن دي هل هي في ايكويفالنس ما بينهم ولا لا، هل هي توتولوجي، هل هي كونتراديكشن. كل دول بيصبوا في الاخر لايه؟ لان انت تشتغل عليها سواء بالترو ستيبل او بالقوانين اللي هي زي بوليان الجبرا. فلو مثلا جالك جمله زي دي بيقول لك هل از الجمله دي كده ايكويفالنت البي، يقول لك ده ايكويفالنت البي، هل ده بقى صحيح ولا مش صحيح؟ او يجي لك ده في صوره صح وغلط، فيقول لك ان الايكويشن دي الستيتمنت دي ايكويفالنت بي. لازم اعمل ايه؟ اشتغل عليها يا اما قلنا بالترو ستيبل، يا اما اشتغل عليها زي ما كنا بنعمل بقى بالقوانين زي ما احنا شايفين كده. بطبق دي مورجان، قوانين دي مورجان اللي هي كنا بنقول ايه، نفتكر كده مع بعض قانون دي مورجان كان بيقول ايه، انا عندي هنا نوت على قوس كبير، اذا ممكن ايه اوزع النوت على كل جزء في القوس. يعني انا احول القوس الكبير لجزئين لتو بارت، فايه التو بارت عندك؟ عندك البي وعندك القوس ده كله هو بارت اتنين، وزع لي بقى النط عليهم هما الاتنين، ولكن الاور تتحول لاند، فبالتالي هتتوزع هتبقى بالشكل ده كده نوت بي اند نوت وافتح قوس نوت بي اند كيو. طيب عندك ظهر برضو نوت على قوس، احنا طبعا الهدف دايما ان انت ما تخليش ابدا نوت على قوس، ان انت توزعه عشان اوصل في الاخر ان النوت يكون على فاريبل بس، على بي على كيو ايا كان. فبالتالي انا هنا برضو ممكن اعمل ايه، اوزع تاني، يبقى هيبقى دبل نوت بي والاند تتحول لاور ونوت كيو. يبقى انا هستخدم قانون دي مورجان مرتين وابدا اشوف بقى ايه الحاجات اللي انا الاختصارات اللي ممكن اوصل لها. اول حاجه دبل نوت هي عباره عن ايه، هي زي ما قلنا كده نفي النفي اثبات، فدبل نوت بي هي عباره عن بي. تاني حاجه احنا قلنا في قانون ايه، ان انت ممكن يعني تدمج او تضرب او تعمل اند للنوت بي مع او اي فاريبل من بره القوس ادخله جواه قوس، فبالتالي هيبقى ازاي، ان انا اقول النوت بي اند بي ده كده في قوس اور النوت بي اند نوت كيو. واحنا عندنا النوت بي اند بي اي حاجه اند عكسها بتديني ايه، فولس او تديني سي، وده طبعا زي ما هو، وتبدا تعمل عمليه اورنج ما بين ده وما بين السي، يبقى اذا الاوتبوت في النهايه هيكون نوت بي اند نوت كيو. هل ده ساوى ده زي ما هو مكاتب؟ يبقى اذا الاجابه ايه، غلط، الاجابه خاطئه. يبقى انت بتشتغل على الايكويشن وتبدا ان انت تحل وتشوف هل الاجابه بتاعتك هتكون صح او خطا. خدنا بعد كده اللي هو اللوجيك جيت، وعرفنا ان كان في انواع من اللوجيك جيتس اللي هي بقى الابليكيشن على اللوجيكال اوبريتور اللي هي النوت والاند والاور، وعرفنا شكلهم، الشكل السيمبل اللي بحطه عشان اعبر عن النوت او اعبر عن الاند او اعبر عن الاور، وكل واحده بتشتغل ازاي. خدنا ان احنا يكون عندنا بقى سيركت مكونه من مجموعه من الجيتس، ازاي اطلع الاوتبوت. يعني لو عندي هنا مثلا 01 0 ده داخل على النوت يبقى يطلع لي ايه 1، طب 1 اند 1 تديني ايه 1، هنا مثلا 1 و 0 داخلين على الاور يبقى الاوتبوت 1، طب 1 داخل على النوت يبقى هنا 0،
اللي داخل على الاند مين 0 اند 1 يبقى الاوتبوت 0. يبقى اذا انت بتمشي كده مع السيركت زي ما هي فيها ايه زي الانبوتس اللي عندك يعني. فده كان جزء برضو المفروض الناس تكون عارفة اي سيركت ازاي تشتغل على الانبوتس اللي بتكون موجودة. وده موجود برضو في بنك الاسئلة، ازاي بيكون عندك سيركت وفي انبوتس معينة كاتبها لك بوان او بزيرو او بكده، وتبدأ ان انت طبعا احنا قلنا وان وزيرو هي نفسها زي ترو فولس مش فارقة حاجة، ازاي تمشي معاها لغاية اما توصل في الاخر لان خارج السيركت كلها هيساوي ايه. خدنا برضو ازاي ان يكون عندك سيركت وتطلع الاكسبريشن، ان هنا بقى مش مديك 1 و0 لا مديك بي وكيو. فبديك بي وكيو البي والكيو او الفاريبل اسميها ايه الانبوت، ابدا اشتغل على السيركت خطوه بخطوه لغايه اما تطلع الاوتبوت هيساوي ايه. هنا مثلا انا عندي مين ومين بي والكيو داخلين على الاور، يبقى هيطلع لي عند النقطه دي بي اور كيو. وقلنا الاور بتتكتب زائد والاند بتتكتب دوت، والنوت عباره عن داش فوق الحاجه اللي هي هعمل لها نوت. طيب الاند دي داخل لها مين بي والكيو، يبقى هنا عندي النقطه دي بي اند كيو. طب البي اند كيو دخلتها على نوت يبقى خارجها ايه بي اند كيو الكل داش. طيب جيت تاني بي اور كيو ومعاها بي اند كيو، الاثنين داخلين على الاند يبقى الخارج هيكون ايه بي اور كيو اند بي اند كيو الكل داش. يبقى اذا انا ازاي اتعامل مع سيركت، عشان كده مثلا بيجي لك برضو ببنك الاسئله سيركت ويقول لك المفروض البوليان اكسبريشن بتاعها هو عباره عن كده صح ولا غلط، تعمل ايه؟ تمشي مع السيركت عادي خالص وتشوف هل الخارج اللي انت هتطلعه هو نفسه اللي مكتوب عندك في الايكويشن ولا لا، اللي عندك في السؤال ولا لا. لو هو يبقى الاجابه صحيح، لو مش هو يبقى اذا الاجابه خاطئه. دي برضو نفس الكلام، انا عندك بي والكيو دخلوا على الاند يبقى الاوتبوت هنا بي اند كيو. طيب الار ودخل على النوت يبقى الاوتبوت نوت ار. طيب نوت ار داخله هي وبي اند كيو على الاند يبقى هيطلع الاوتبوت بالشكل ده بي اند كيو دوت ار داش او نوت ار. تاني حاجه برضو كان يبقى عندك الاكسبريشن ويقول لك دي السيركت بتاعها، وده برضو موجود في بنك الاسئله، ان يقول لك الديزاين بتاع الاكسبريشن ده هو السيركت دي صح ولا غلط. ابدا امشي، احنا قلنا عشان ارسم كنت بشوف كل فاريبل هو عباره عن جيت، لو ما تفتكروا كده في الشرح كنا بنقول كده ان كل علامه انديكيشن على سوري كل علامه مش كل فاريبل، كل علامة بتدل على اني هرسمها بجيت ازاي هعرضها يعني. فعندك علامة النوت يبقى اكيد هيكون عندي نوت، علامة الدوت يبقى اكيد عندي اند، علامة الاور يبقى اكيد هيبقى عندي اور، في نوت كمان يبقى هيبقى عندي كمان نوت. يعني اذا بمجرد النظر كده انا هنا عندي اتنين نوت وواحدة اند وواحدة اور. طيب ابدا ارسمها بقى بالترتيب، اخد القوس الاولاني ده هو نوت ايه، بحكتب سلك كده اسمه ايه ادخله على نوت هيطلع لي هنا ايه نوت او نوت ايه. عندك بعد كده ايه نوت ايه دوت بي، يبقى اذا اخد اللي طلع لي من نوت مع سلك تاني اسمه بي وادخله على ان، يبقى كده طلعت اول حاجه. عندك بعد كده نوت بي، يبقى البي اللي انت لسه عامل لها سلك دي حطها على النوت وطلعها، ويكون الاثنين السلكين دول داخلين على ايه على الاور، يبقى انت كده رسمت الايكويشن صح. جات لك برضو الرسمه زي الايكويشن يبقى تمام، يبقى الاجابه صحيحه. جات لك مختلفه يبقى اذا الاجابه خاطئه. ده كده كان بالنسبه للجزء الايه الاول اللي هو الجيتس. قلنا ابلكيشن على الجيتس حاجه، في حاجه اسمها الهاف ادر. الهاف ادر قلنا بيستخدم في ايه، عشان يجمع تو باينري نمبر، رقمين ثنائي في النظام الثنائي تو باينري، وقلنا اتنين مش تلاتة ولا اربعة ولا خمسة، حتى اسمه هاف ادر. هاف ادر يبقى اذا بيجمع اتنين بس، اتنين بت فقط. وقلنا ده كانت الايه، ده كان الـ يعني اللي هو الاد اوبريشن او الاديشن اوبريشن كان بيحدث بالطريقه دي، ان كان عندي 0 0 0 0 1 1 ومعايا ال 0 1 و 0 1 ومعايا ال 0، لكن 1 1 0 وكاري 1. وده قلنا نتيجه ان انا ما عنديش غير 0 1، ما عنديش رقم 2، فبالتالي اعبر ازاي عن رقم 2، يبقى 0 ومعايا 1 على الايه على الخانه اللي بعد كده. قلنا ازاي امثلهم بقى بجيتس زي اللي احنا واخدينهم دول، احنا خدنا الاند والاور والنوت والاكس اور اللي هي دي. فقلنا نشوف كل كولوم عباره عن ايه، الكولوم الاولاني ده
هو عند الانبوتس دول لما يطلع لي الاوتبوت ده، هو ده بيدل على ايه؟ ده بالظبط زي خارج الاكس اور. فقال لك يبقى انت هتستخدم 1 اكس اور عشان تطلع الصم. طب ده عبارة عن خارج ايه؟ خارج الاند، يبقى هتستخدم برضو 1 اند عشان يطلع لك الكاري. يبقى ازاي تنفذ الهاف ادر؟ اولا هو بيستخدم في ايه؟ ان هو بيجمع 2 باينري نمبر. طيب هتستخدمه ازاي او هتعمله هتنفذه ازاي؟ باستخدام 1 XOR 1 AND gate. إيه دخلنا بعد كده على الست ثيوري، واتكلمنا عن ان السيتس والاليمنت، ان اي ست اي مجموعه مكونه من مجموعه من الاليمنتس، مجموعه من العناصر. ممكن على اي مجموعه او اي مجموعتين يبقى في اوبريشنز برضو ما بينهم، زي الايه؟ الاتحاد، اليونيون، والانترسكشن، والديفرنس، والكومبلمنت. كل دول كده وقلنا هم ريليتد للايه، زي بالظبط اللوجيك الجبرا، او في قوانين للريليشنز اللي بتربط السيتس دي، والقوانين دي زيها بالظبط زي اللوجيكالي كده. وعملنا ديفرنس كده ما بين الاثنين، وعرفنا ان في زي ما التقاطع بيتوزع على الاتحاد والعكس، زي بالظبط في الايه، في الاند والاور كده. تمام، وعرفنا ان انا السيتس عشان امثلها كنا بمثلها بفين دايجرام، وعرفنا ازاي ان انا من فين دايجرام كده اقدر ان انا اقول ايه ده، ايه العلاقه دي؟ هي عباره عن اتحاد. طب ايه العلاقه اللي بتربط ايه وبي هنا؟ اللي هي الداشت. دايما انا لما باجي اتكلم على فين دايجرام ببص على الداشت اريا، حتى في برضه في بنك الاسئله موضحه لك وقايله لك الداشت اريا، يعني المكان المظلل ده بيدل على ايه؟ هنا مثلا بيدل على ايه؟ تقاطع بي. طب هنا بيدل على بي، فرق ايه الحاجات اللي موجوده في بي ومش موجوده في ايه. هنا مثلا عبارة عن ايه؟ كومبلمنت. ايه كومبلمنت؟ يعني لكل اللي في المجموعة ما عدا الايه، فكل بقى الايه اليونيفرسال سيت كلها ما عدا الايه. فالفين دايجرام برضو الناس تقدر ازاي يعني تقدر توصل للريليشن من الشكل. عرفنا برضو في حاجة اسمها الكارتيزيان برودكت او البرودكت سيت. ازاي ان انا لو في تو سيتس، ازاي ان انا المفروض في حاجة اسمها الضرب او الكارتيزيان برودكت، الضرب الكارتيزي ما بين تو سيتس، اللي هو بيتكون من ايه؟ مجموعة من الازواج المرتبة، مجموعة من الازواج المرتبة. ما ينفعش ان انا اقول ان انا اضرب ايه واحد في ايه اتنين تكون هي نفسها ايه اتنين في ايه واحد، لا، ده لازم يديك مجموعة من الأزواج المرتبة، وشرحناها بالتفصيل في المحاضرة، وعرفنا يعني ايه اضرب ايه واحد في ايه اتنين، وبيكونوا لي كام زوج مرتب. دي حاجة مهمة جدا. انا عندي هنا مثلا ايه واحد فيها 2 elements وايه اتنين فيها 3 elements، يبقى اكيد اكيد عدد الأزواج المرتبة اللي هتطلع هي عبارة عن ايه؟ النمبر اوف elements بتاع الايه واحد في النمبر اوف elements اللي في المجموعه الثانيه. يعني انا عندي هنا كام elements، كام عنصر؟ 2، وهنا عندي 3 عناصر، اضرب كده 2 في 3 ب 6، يبقى لازم يطلع لي 6 ازواج مرتبه عشان تتاكد ان انت مطلع كل الازواج المرتبه اللي بتربط ما بين الاي 1 والاي 2. خدنا الريليشنز، وقلنا الريليشن دي عشان اعرف احلها لازم اوصل او ارجع للكارتيزيان برودكت، ان الريليشن ما بين تو سيتس هي مجموعه جزئيه من الكارتيزيان برودكت ما بين التو سيتس دول. يعني انا لما اضرب A في B هتديني مجموعه من الازواج المرتبه. الريليشن اكيد هتكون عباره عن ايه؟ عباره عن زوج مرتب بيربط ما بين، او مجموعه من الازواج المرتبه بتدي علاقه ما بين A و B، يبقى لازم تكون جزئيه من A في B. A في B الريليشن هي عبارة عن جزئية من A في B. لو انا عندي 2 sets A و B وعايز اقول ان في S relation ما بين A و B، يبقى S دي لازم تكون جزئية من مين؟ من A في B. فقال لك لو انا عندك مثلا الريليشن هنا S دي عبارة عن ايه؟ هي جميع الازواج المرتبة العنصر اللي بتاعها الاولاني من A والعنصر التاني من B، بحيث ان A او X يكون اقل من Y. فهتلاقي ان مين اللي هيتكون من مجموعة الازواج اللي المفروض هنا في 3 او 3، يعني المفروض في عندي 9 ازواج في A في B، يعني A في B هيطلعوا لي 9. انت هتاخد منهم كام بقى في الريليشن اللي اسمها S اللي هتطبق لي العلاقة؟ فالعلاقة بتقولك ان يكون كل عنصر هنا في X اقل من Y.
فده هيتطبق فين؟ عند الأزواج دي اللي هي 1 و3 وواحد وخمسة واثنين وثلاثة واثنين وخمسة وثلاثة وخمسة. قلنا إن أنا في الجزء بتاع الريليشن دول أنا ممكن أمثل الكلام ده بإيه؟ بأرو دايجرام، إن أنا بحط الست الأولانية في الشكل البيضاوي ده والست التانية هنا، وأمثل كده أرو يعني أسهم من العنصر الأولاني إلى التاني، او بيمثل لي كل ارو هو الزوج المرتب. يعني لما اقول لك 1 و3 يبقى ارسم ارو من 1 الى 3، لما اقول لك عندي من 1 لـ5 يبقى 1 الى 5، 2 و3 2 و3 ارسم ارو من 2 لـ3، 2 و5 يبقى هرسم ارو من 2 لـ5، 3 و5 يبقى هرسم ارو من 3 لـ5. يبقى لو عندك الشكل ده الارو دايجرام اقدر اعرف الريليشن هي كانت ايه، ولو عندك الريليشن اقدر ارسم لها الارو دايجرام. قلنا في حاجة اسمها برضو الدايركتد جريف اوف ا ريليشن، ودي بتترسم امتى؟ ده اللي يهمني قوي قوي قوي. بتترسم امتى؟ بتترسم لما بكون بتعامل مع وان ست وبربط ما بين عناصر الست الواحدة، بربط ما بين عناصر الست الواحدة. وقلنا في مجموعة من البروباريتيز للايه، للريليشنز اللي من النوع ده اللي بتطبق عليها الدايركتد جريف، يعني ريليشن بتوين الوان ست. وقلنا في ثلاث انواع، حاجه اسمها الريفلكسيف والسيماتريك والترانستيف اوبريشن او الترانستيف بروبرتس. يعني في عندي 3 بروبرتس، كل واحده منهم كانت ليها مفهوم معين. ريفلكسيف قلنا اللي كانت ايه، لما يكون في علاقه ما بين الاليمنت ونفسه. سيماتريك لو في علاقه من اليمنت لاليمنت وموجود كمان في الاتجاه العكسي. الترانستيف لو عندي 3 عناصر في علاقه ما بين الاول والتاني والتاني والتالت، اكيد هيكون في علاقه من الاول والتالت. لو ده حصل يبقى اذا الريليشن دي اسمها ايه، ترانستيف. وقلنا ازاي ان انا احصل على انواع الريليشن من الشكل، من الدايركتد جريف بقى. فبالتالي ده برضو معاكم في بنك الاسئله، مديك شكل الريليشن ويقول لك هل هي ريفلكسيف ولا سيمتريك ولا ترانستيف. فهنلاقي ان لو قلنا شكل بالمنظر ده، طبعا الريليشن دي اتمثلت بالمنظر ده. الدايركتد جريف كنا بنعمل ايه؟ بنحط انا عندي كام elements، عندي 3 سوري 4 اللي هو الزيرو والواحد والاثنين والثلاثة، احط points كده. بعد كده اوصف الكلام ده بايه؟ باسهم. عندك من زيرو زيرو يبقى هرسم من زيرو وارجعه تاني لنفسه اللي احنا كنا بنسميه loop. من زيرو لواحد يبقى ارسم من الزيرو للواحد، وزيرو لتلاتة ارسم من الزيرو لتلاتة سهم. طب واحد وزيرو يبقى ارسم من الواحد للزيرو، وبعد كده عندك واحد واحد يبقى هرسم لوب برضو على الواحد، اتنين واتنين عند الاتنين، تلاتة وتلاتة هرسم عند التلاتة لوب، تلاتة وزيرو يبقى من التلاتة للزيرو. طيب الشكل ده او الجريف ده بيوضح لي البروبرتس؟ البروبرتس بتقولي ايه بقى؟ اول حاجة بدل كل النودز اللي عندك في عندها لوبس، يبقى اذا هي على طول ريفلكسيف معناها ان each element في ريليشن ما بينه وما بين نفسه، مش element واحد، لا كل الريليشن، كل السوري النودز او كل الاليمنتس. فاحنا فعلا لاقيين عندي 4 elements والاربع elements في لوبس على كل واحده فيهم. طيب هل ار سيماتريك؟ هل ان ار فعلا سيماتريك؟ ليه؟ مش شرط تكون ما بين كل العناصر، ولكن ما بين حتى عنصر واحد. سيمتريك يعني ايه؟ يعني في علاقه من 0 ل1 ومن 1 ل0، وده فعلا موجود وبالاسهم موجود، وفي كمان علاقه من 0 ل3 ومن 3 ل0، يبقى كده تمام. طب هل هي ترانستيف؟ هنلاقي ان مفيش خالص الترانستيف دي، اللي هي علاقه بتربط ما بين 3 بوينتس، عندك مفيش 3 بوينتس خالص في الشكل مرتبطين ببعض، يبقى هي نوت ترانستيف. ده برضو كان مثال تاني وبرضو معاكم في بنك الاسئلة، انك تعرف هل هي برضو نوعها ايه، ايه البروبرتس بتاعتها. هنلاقي ان هي not reflexive. ليه not reflexive؟ لان في لوب واحد بس عند الزيرو، واحد واثنين وتلاتة مفيش اي حاجة. هل هي symmetric؟ مفيش symmetric. طب هل هي transitive؟ لان في relation ما بين تلاتة elements، ما بين الزيرو والاثنين ومن الاثنين والتلاتة، وفي كمان من الزيرو للتلاتة حاجة بتقفل عليه. فبالتالي يبقى انا دلوقتي البروبرتي بتاعه الريليشن دي از ترانستيف. خدنا الفانكشن وقلنا ان الفانكشن دي مش اي ريليشن تكون فانكشن، ولكن اي فانكشن اكيد اكيد في ريليشن ما بينها وما بين بعضها، في ريليشن ما بين السيتس وبعضها. وقلنا ازاي ان انا اقدر افهم
هي دي ريليشن ولا لا، سوري هي دي فانكشن ولا لا، بمجرد النظر للايه، للارو دايجرام. فعندك قلنا لو قلنا لو بصينا كده على ايه ده، لا ده مش فانكشن. ليه؟ لان المفروض فانكشن معناه ان كل element في ايه طالع منه سهم البي، كل element في المجموعه الاولانيه طالع منه سهم البي، وده مش متحقق هنا، يبقى not a function. طب هل دي فانكشن؟ قال لك لا برضو. طب ليه؟ ما كل نقطه هي طالع منها سهم. هل اللي هنقول لك لا، هنا عندك السي طالع منها تو arrows، وده غلط، ما ينفعش، ما ينفعش اقول في فانكشن ويكون عندك element بيديك رقمين، ما ينفعش ما ينفعش. تاني حاجة لو جينا نشوف الايه السيتس دي، هنلاقي ان هل دي فانكشن؟ ايوه فانكشن، لان متطبق عليها كل الايه البروبرتيز بتاعت الفانكشن، اللي هي يكون ايه من كل element طالع سهم ومفيش element طالع منها سهمين، يبقى كده تمام. طب هنا عادي لو في حاجات مش موجودة او مش متوصل بيها حاجة عادي، لكن انا بتكلم على الايه الاكس، لو قلنا ده اكس وده واي او ده ايه وده بي، فالاي او الاكس ده بيكون فيه ايه طالع منه كل واحدة سهم، وده تمام، ومفيش واحدة طالع منها سهمين. فبالتالي زي ما اتفقنا كده مش كل ريليشن بتكون فانكشن، ولكن العكس صحيح. خدنا بقى اخر حاجة اللي هي الجريفز اند تريز، وعرفنا ان جريف يعني اذا حاجة انا اقدر اعمل فيجواليزيشن، يعني اقدر ان انا اشوف المشكلة او السيستم او ايا كان حاجة بتعامل معاها بشكل صورة، بشكل مرئي، بشكل جريف، عشان اعمل اناليسز ليها واقدر اتعامل معاها. فبالتالي انا ممكن اعبر عن اي حاجة في صورة جريف، والجريف عندي حاجتين، لازم الجريف بيتكون من حاجتين، ودي موجودة عندكم في بنك الأسئلة. الجريف بيكونسيست اوف ايه؟ فيرتكس ست وايدج ست، مش فيرتكس بس، لا فيرتكس وايدج الاثنين مع بعض. يعني انا لازم عشان اوضح الجريف اللي عندي ده لازم اوضحه بكام ست، طبعا انا بتعامل معاه مع الستس برضو، يعني الستس دي هي الاساس. فاذا بيتكون اي جريف من تو ستس، الفيرتكس ست والايدج ست. طب يعني ايه الفيرتكس ست؟ اللي هي البوينتس اللي احنا كنا بنقول عليها، انا عندك كام بوينتس؟ عندك في 1 وفي 2 في 3 في 4 في 5 في 6، دي بتسمى السيتس الفيرتكس. فبالتالي كل دول كده عباره عن الفيرتكس ست. طب الايدج، الايدج اللي هي الكونكشن ما بين التو فيرتكس وبعضهم، فعندك اي 1 واي 2 واي 3 واي 4 واي 5 واي 6 واي 7، تمام؟ فاذا دول الفيرتكس او دول الايدج بتوعك الفيرتكس ست. يبقى اذا لو عندك اي شكل تقدر تجيب له الفيرتكس ست بتاعته، وتقدر تجيب له الايدج ست بتاعته. طيب عرفنا برضو ان الشكل ده قلنا الدايره دي معناها لوب، تمام، والشكل ده احنا متفقين ان هو سيمتري او يسمى بقى في اي جريف اسمه بارالل. بارالل يعني في بارالل، يعني ايه بارالل؟ ما بين الفيرتكس في 1 وفي 3، يعني اذا في سهم طالع من 1 ل3 ومن 3 ل1. طيب قال لك الفيرتكس اللي موجوده في جريف ومفيش اي ريليشن بتربطها او مفيش اي ايدج طالع منها لاي نود تانية او اي فيرتكس تانية بتسمى ايه؟ بتسمى ايزوليتد فيرتكس. فدي مسميات لازم تكونوا عارفينها. قلنا برضو ايه اللي بيربط ما بين الايدج والفيرتكس، قلنا حاجة اسمها الايدج اند بوينت فانكشن. من الايدج اند بوينت فانكشن دي تقدر ترسم الرسم، والعكس تقدر من الرسم تكتب الايدج اند بوينت فانكشن. قلنا العمود الاولاني بيتكتب فيه كل الايدجز اللي موجودة عندك في الرسمة، والعمود الثاني بيتكتب فيه الاند بوينتس. يعني ايه الاند بوينتس؟ يعني النقطتين اللي متوصل ما بينهم الاي 1 او الاي 2 او اي 3 او اي 4. فبالتالي لما الاقي مثلا اي 3 معناه في 1 وفي 3، يعني ايه اي 3 قدامها كده الاند بوينتس في 1 وفي 3، معناها ان في ايدج اسمه اي 3 متوصل ما بين النقط مين؟ في 1 وفي 3. وفعلا ده موجود، ما بين الفي 1 وفي 3 في ايدج اسمه اي 3، وفي ايدج كمان اسمه اي 2، هنلاقي ان في برضو اي 2 نفس الكلام. طيب لما الاقي بقى ان اي 6 يقول لك بيساوي الفي 5 فقط، الاند الايدج اند بوينت سوري الاند بوينتس بتاعته مكتوبه واحده بس، ده معناها ايه؟ ان في ايه؟
ان في لوب طبيعي. انا ايه خمسة ده بيتوصل ما بين ايه الاند بوينتس بتاعته؟ ما هي في خمسة وفي خمسة، ما بكتبهمش بقى مرتين، يبقى هكتب في خمسة. يبقى من شكل الفانكشن هقدر افهم الرسم بتتكون من ايه، والعكس يعني لو عندي رسمة اقدر اكتب الـ each end point function. التري قلنا تري هي فري سيركت، يعني ايه؟ يعني اي رسم ما يكونش فيه، مش مقفول، مش مقفول. فعندك الشكل ده هو عبارة عن تري، والبوينت عبارة عن تري، الشكل ده بدل مفتوح تري، ما فيهوش اي لوبس او مقفول. مع العكس كل الاشكال اللي تحت دي لا تعبر عن التري. احنا عندنا اللي فوق دول بيعبروا عن التري، اللي تحت لا يعبروا عن التري. طيب انا عندك نوعين من التري، حاجة اسمها الروت التري وحاجة اسمها الباينري تري. الروت التري المقصود بيها اللي هي التري او الشجرة زي ما احنا بنقول كده، اللي ليها افرع كتيرة، مش بس باينري يعني ليها فرعين فقط، والفرعين مثلا كل فرع منهم يطلع منه برضو فرعين، ولكن الروت التري اللي ما لهاش عدد معين من الافرع. يعني اقول مثلا في نوت طالع منها كم باس؟ 3، وبعد كده الفي واحد طالع منها 3، وهكذا. دي طالع منها 1 2، في 5 طالع منها 1 بس، فبالتالي ما لهاش مقياس. لازم اكون عارف في الروت التري الحاجات دي مهمة جدا. لازم الناس تكون عارفة ان الروت التري زي ما بنقول كده في بيرنت وفي تشيلدرن، ان الفي نوت دي مثلا دي البيرنت او الروت، وليها كام تشيلدرن اللي هم الابناء بتوعها، اللي هم في واحد وفي اتنين وفي تلاتة. طب الفي اربعة دي تعتبر البيرنت بتاع مين؟ بتاع في سبعة وفي تمانية وفي تسعة، وهكذا. يبقى تعرف ان في حاجة اسمها بيرنت وفي حاجة اسمها تشيلدرن. تعرف ان في حاجة اسمها الليفل، الليفل يعني المستوى. دايما التري موجودة في مستويات، اول مستوى خالص بنسميه الليفل زيرو، حتى اسمه في نوت دلالة على الليفل زيرو. نزلت خطوة هيكون عندك في واحد وفي اتنين وفي تلاتة الليفل وان، في اربعة وفي خمسة وفي ستة ليفل اتنين، في سبعة وتمانية وتسعة وعشرة ليفل تلاتة. فبالتالي لما اقول لك what is the level of في خمسة، او شوف في خمسة فين في الليفل الكام، انا عندي زيرو واحد يبقى دي في ليفل اتنين. طب في نوت ليفل زيرو. طيب تاني حاجة برضو مهمة الهايت، اي تري لازم تعرف لها الهايت بتاعها، الارتفاع. الارتفاع بيساوي الماكسيمم ليفل. يعني انا عندي 3 ليفل يبقى الهايت هيساوي 3، عندي 5 ليفل يبقى الهايت هيساوي 5. فانا عندي هنا كام ليفل؟ قلنا 0 1 2 و3، يبقى الهايت على طول 3. لو قلت لك ايه اللي تشيلدرن بتاع في 3، اهو في 3 اهو، ايه اللي تشيلدرن بتاعها؟ نلاقي هما 2 5 و6. طب لو قلت لك ايه البيرنت بتاع في 2، مين البيرنت بتاع في 2؟ في نوت. لو قلت لك ايه السيبلينج بتاع في 8، ايه السيبلينجز دول؟ يعني الاخوات من نفس البيرنت، كاني بالظبط اقول اخوات من نفس الاب. فبالتالي السيبلينجز يعني الايه؟ النودز اللي طالعه من نفس البيرنت. فعندك كام نود عند او كام فيرتكس؟ في 7 وفي 9، دول السيبلينجز بتوع في 8. طب قال لك ايه الديسندنتس اوف في 3؟ الديسندنتس يعني مش بس التشيلدرن، لا اي حاجه طلعت من في 3، اي بقى باس، كل الفيرتكس اللي طالعه من الباسز دي. يعني مش هقول في 5 وفي 6 بس، لا هقول في 5 وفي 6، وفي 5 طلعت مين؟ مش في 10؟ ناخدها كمان معايا، ولو في 10 كانت مطلعه جت اخدها معايا. فبالتالي الديسندنتس اللي هي كل النودز او كل الفيرتكس اللي طالعه من بيرنت معين. يبقى ده الروت التري، ودي كانت مهمه جدا. لازم الناس ايه تعرف ازاي تجيب اي مطلوب من روت التري. اخر حاجه معانا كانت الباينري تري، اللي هي كانت بتعبر عن ان انا التري اللي تكون فيها تو تشيلدرن بس، اي روت ليها تو تشيلدرن، اي فيرتكس طالع منها تو تشيلدرن بس، ما ينفعش يكون اكتر من كده، مش زي الروت التري بقى. طيب وقلنا الابليكيشن على طول على الباينري تري اللي هي الاكسبريشن. انا ممكن انفذ اي اكسبريشن باستخدام الباينري تري. ازاي؟ لو قلت مثلا عندي اكسبريشن زي ده، a divide c
سي بلس دي. قال لك انت بتشوف اي اوبريشن موجود تقسمه لاثنين دايما. ليه احنا استخدمنا الاكسبريشن الالجبريك اكسبريشن؟ ليه عبرت عنها بالباينري تري؟ لان الباينري تري لان دايما الاوبريشن بتكون ما بين ايه، حاجتين. دايما دايما بيكون عندك اوبريشن اقدر افصلهم ما بين حاجتين، لو حتى اقواس، المهم ان هما يكونوا اتنين. فبالتالي لازم ان انا اوصل في الاول للنقطة دي، اقول ان انا عندي الديفيجن ده بيفصل ما بين حاجتين، ايه هما؟ الايه والقوس ده كله. فبالتالي احط الديفيجن واقسم كده واحده الايه والتانيه، ابص بقى هل التانيه عباره عن فاريبل ولا برضو احط اوبريشن تاني؟ لا، احط اوبريشن كمان اللي هي الزائد. الزائد ده بيفصل ما بين ايه وايه؟ ما بين تو تشيلدرن اللي هي السي والدي. وهكذا اقدر ان انا اكتب اي اكسبريشن باستخدام الباينري تري. ودي طبعا عليها برضو اكزامبلز كتيره في البنك الاسئله، الناس ايه يعني تتدرب عليها وتعرفها. وبكده نكون احنا كده خدنا ريفيو على اهم البوينتس الموجوده عندنا في المحاضره. اتمنى ان انتوا تكونوا طبعا استوعبتوا الجزء ده. وطبعا يعني لازم الناس تكون عارفه كويس قوي ان اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا طبعا نكون حضرنا وشفنا المحاضرات دي واللي هي متسجله عندكم وتقدروا ترجعوا لها في اي وقت، والتطبيق المباشر عليها على بنك الاسئله. الناس تبقى مطمنه وعارفه ان احنا كل سياده العميد والاعضاء التدريس كلنا هدفنا ان احنا طبعا مصلحه الطالب، وان بنك الاسئله ده هو الاساس بالنسبه لك. الناس ما تلجاش لاي حاجه ولا اي مجموعات او دروس او اي حاجه، يعني الناس الاساس بالنسبه لها هو ده اللي متاح بالنسبه لك واللي فعلا ان شاء الله يجي منه الامتحان، اللي هو المحاضرات وبنك الاسئله. انت هتفهم المحاضرات هتقدر تحل بنك الاسئله بمنتهى السهوله. والناس طبعا يعني احنا واخدين الاجازه دي عشان نبقى في البيت، ما نبقاش في الناس ما تخرجش يعني، وتحاول انها تحافظ على صحتها ان شاء الله. فالناس تلتزم كده، واتمنى ان انتوا ان شاء الله تكونوا في احسن حال واقابلكم على خير يا رب ان شاء الله. وتاني بعد لكم ان بنك الاسئله مهم جدا جدا، ولو اي حد عنده اي استفسار انا معاكم، والناس تقدر تتواصل معايا عن طريق اي حاجه يعني. ويا رب ان شاء الله في احسن حال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.